السلام عليكم، جيسبر كو فوز علي بيان. واشر مبروكا. الوغ لا فيديو ديال اليوم اقترحت عليكم دي فيغين سكري. اول غوسيت هما دي فيغين على كريم و سيترون. بيان سور كنحتاجو لو بيسكوي اللي كنطحنوه و كنزيدو عليه الزبده. انا هنا درت 100 غرام ديال البيسكوي معاها 25 غرام ديال الزبده. كناخدو كاسرونه كنديرو نص كاس ديال الحامض و معلقه كبيره ديال المايزينا. كنخلطو و بيان سور الحامض خصو يكون بارد. ونزيدو بيضه ونخلطو انكور اون فوا. عاد نشعلو على البوطه. نزيدو السكر 3 المعالق و معلقه كبيره ديال الزبده. من يطيب لينا لا كريم ديالنا اخر مرحله هي الزبده حتى تتولي عندنا اون كريم هكا اونكتوز. كناخذوا لي فيغين ديالنا كنديروا البسكوي هو الاول كنزيدوا اون كوش ديال لا كريم او سيترون. عاد كنديرو عاوتاني اون كوش ديال لو بيسكوي. يمكن ليكم ديرو بيض البيض حتى يطلع مزيان وديروه من الفوق. ابخي زدت لا كريم ديال الحامض وزوقت بشويه ديال لو زيست ديال الحامض. لا ديكوراسيون بيان سور تقدروا ديروا اي حاجه كانت عندكم. انا هنا يلاه درت 4 ديال لي فيغين. الا بغيتو كثر تقدروا ديروا لو دوبل ديال المقادير اللي عطيتكم. لا غوسيت الثانيه اللي اقترحت عليكم هو تيراميسو بالبعويض. اول حاجه كنوجد القهوه. كنعرفوا كاملين ان التيراميسو ضروري خصو القهوه. من بعد خديت جوج بعويدات نقيتهم ودرتهم يتعسلوا مع شوية ديال السكر. يمكن لكم تحيدوا السكر إلا ما بغيتوش. اون فوا البعويد ديالي كيت كاراميليزا كناخد لي بودوار اللي دابا راهم موجودين في السوق. كندوزهم في القهوة وكنحطهم في الكيسان ديالي. بالنسبة لكريم ديال تيراميسو شوفوها معايا في لا غوسيت اللي جاية. كندير اون كوش ديال لاكريم و كنزيد عليهم داك البعويد معسل. كنزيد شويه ديال الكاكاو وكنعاود نفس المراحل. هنا زوقت بشويه ديال الكاكاو وبريفات ديال البعويد باش ندير ان غابيل انني راني دايره لي بواغ في التيراميسو ديالي. هاد لا غوسيت كتجي بنينه وكتجي ديفيرونت على التيراميسو العادي اللي كناكل. لا غوسيت الثالثه هي دي فيغين باوريو. خديت جوج ديال لي باكي ديال اوريو. انا خديت هذاك اللي فيه الشكلاط كحل من الداخل او لا كريم اللي كحله. كنفرق لو بيسكوي على لا كريم و كنطحن لو بيسكوي ديالي. اون فوا كنطحنو كنزيد عليه الزبده دايبه. انا درت معلقه كبيره ديال الزبده. كنحرك مزيان. وبالنسبه لا كريم درت جوج معالق كبار ديال كيغي او لا اي فرماج بخي عندكم. زدت عليهم 100 غرام ديال الشانتيي وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده.
الا ما بغيتوش ديروا الشانتيي تقدروا تزيدوا بيرلي. في واحد لو بول ذوبت 40 غرام ديال الزبده وزدت عليهم لا كريم اللي كتكون وسط من اوغيو وخلطتهم مزيان حتى يذوب ليا كلشي. زدت كلشي على لو ميلانج الاول وخلطتهم مزيان. ابري كندوز لو دريساج كندير اون كوش ديال اوريو كنزيد عليها لا كريم. ابري كندير اون كوش ابري كنزيد عليها لا كريم. او كنزوق بشويه ديال لو بيسكوي. J'espère la vidéo de l'yoma t'kouna j'bètkoum et on se retrouve inshallah pour une nouvelle vidéo. Ou ma t'nsaouch, t'abonnaou, ou t'likeou, ou b'sha ou raha.